طيب بالبداية نذكركم بطريقة التواصل ويانا عن طريق التليجرام ورقم الظاهر أسفل الشاشة اللي حبي يتواصل ويانا من خلال هذا الرقم، إرسال رسالة مختصرة لكن بها المعلومات الوافية، وننوه دائما بأننا لا نرد على الرسائل كتابة، فقط نقرأها وقت بث البرنامج من 8 إلى 9. إذا كان هناك صور مقطع فيديو يوضح المشكلة أيضا يا ريت يتم إرسالها، حتى يعني أحيانا احنا ننتظر، يعني مو كل الرسائل نقرأها، ننتظر إذا كان هناك رسالة أو صورة مثل يقولون نقص خدمات، يا ريت أنه في الشارع الفلاني، يا ريت تكتبون العنوان الكامل مع إرسال صورة، يعني من الممكن أنه تصويرها خاصة إذا كانت المنطقة هي منطقتكم أو شارعكم، حتى إحنا نقدر نوصلها للجهات المعنية. وعلى ذكر التليجرام، يوم أمس أو صار يومين هناك رسائل كثيرة حول موضوع الإعفاء، ويعني يتسألون هل هو حقيقة فعلا تم إلغاءه أو يعني إيقافه لهذه السنة. هناك تساؤلات كثيرة، أو ما هي الأسباب، أو يعني هناك مطالبة بعودة الإعفاء إذا كان فعلا حقيقة. إحنا إن شاء الله في حلقتنا اليوم راح يكون ويانا اتصال مع ناطق الرسمي باسم وزارة التربية الست سلام الحسن، حتى هي اللي جاوبنا على الموضوع، حتى كل تساؤلات الطلبة اللي وصلت على التليجرام بخصوص موضوع الإعفاء يتم يعني الإجابة عنها. وإذا كان هناك يعني موضوع يخص التربية، خاصة موضوع النازحين، موضوع الكتب، أي شيء يخص التربية، من الممكن أنه إحنا نستغل الفرصة ما دام الست سلامة راح تكون ويانا بعد قليل، حتى إحنا نطرح الأسئلة أو أهم الأسئلة الواردة لنا ونوصلها لوزارة التربية. طيب راح نبدأ مشوارنا بالاستطلاعات من النجف. نعرف أنه هذه الأيام هناك يعني الشباب أخذوا على عاتقهم الاحتفال بأعياد رأس السنة وأعياد حتى أعياد الميلاد المجيد هنا وهناك في الحلة مثلا، في بغداد، كلها يعني حتى في بغداد كان كل سنة يعني موضوع الشجرة هي على عاتق الحكومة، لكن هالسنة أنه مجموعة من الشباب هم تطوعوا من أجل تزيين بغداد بشجرة والاحتفال في بغداد. الحلة أيضا هناك مجموعة من الشباب أيضا قاموا بهذه المبادرة. في النجف اللي ذكر العام احنا في برنامجنا وايضا على مواقع التواصل الاجتماعي كانت هناك احتفاليه كانت متواضعه، اقامه شجره وهناك تزيين لهذه الشجره واقامه احتفاليه بسيطه بهذه المناسبه. هالسنه النجف تختلف وضعها عن حتى العام الماضي. هالسنه اكو نازحين كثير من النازحين اللي نسحوا من المدن الساخنة ومنهم المسيحيين وصلوا إلى النجف، فكان هناك دين على عاتق النجفيين أن يقيمون الاحتفالية بشكل يناسب إكراما لهم وحتى لا يحسون بالغربة وهي أهل النجف. لكن أكو فد شيء معين راح يحكونه طبعا الشباب، وهو أنه هناك مقاطعة من السياسيين بعدهم، يعني للأسف أنه السياسي هو يفتي لوحده بهذا الموضوع. تحية لشباب النجف اللي أصر أن يقيم هذا الاحتفال إكراما للنازحين الموجودين وإكراما أيضا للمسيحيين الموجودين في النجف. إحنا عندنا في كل المدن العراقية هناك خليط عجيب من الطوائف، فلذلك أقاموا هذه الاحتفالية. مبروك لهم وكل عام والجميع بألف خير، وحسسوهم أنه هم في منزلهم، في منطقتهم، في محافظتهم وفي مدينتهم. نروح نشوف هذه الاحتفالية ونتمنى من الشباب الواعي أيضا المشاركة في كل في بقية المدن. لازم إحنا نواكب العالم، لازم نزرع بذرة الأمل حتى نحصدها إن شاء الله السنة القادمة. إن سياسيين النجف غائبين عن هذا المهرجان، بالعكس هذا المهرجان يقدم صورة حلوة للنجف. من الواضح جدا أنهم أبدوا تخوفهم من الحضور وهاي المناسبة، يعتبروها يعني مغامرة، أي مغامرة شكل بها خطر يتخوفون منها. بس إحنا أثبتنا أنه الجيل الجديد جيل متسامح، جيل يريد الحياة، ما يريد للسياسة أنه تأخذ جزء كبير من الحياة وتحكم الحياة. نجف هي ليست مدينة إسلامية، وإنما هي في الأصل مدينة حضارية سكنها الكثير من أتباع الديانة المسيحية، كانت عاصمة المسيحيين قبل الإسلام. بالنهاية ما يصلح إلا الصحيح، ولازم إحنا العراقيين لازم نعيش سوية، وغصبا عليه يقبلوا المهم. طبعا احنا شباب من محافظه النجف الاشرف صارت هذه الدعوه عن طريق الفيسبوك، اعتقد انه فريق موجه كون هذه الشجره مثل ما تشوفون، وصارت دعوات عن طريق الفيسبوك، مجموعه من الشباب حضروا وحضروا مجموعه من البنات ايضا،
وكل هذا من أجل المسيحيين ومن أجل الأخوة الوطنية بالعراق، وكنا يد واحدة طبعا. على الرغم مما تعرضتم له وتتعرضون له من تهجير وإقصاء، نطالبكم وباسم هذه الثلة من الشباب نطالبكم بالتمسك بوطنكم، ونحن معكم في سرائكم وضرائكم. هذه هي رسالة المهرجان، وهذه هي رسالة هذه الثلة من الشباب من محافظة النجف الأشرف. والله كل شرائح المجتمع اليوم موجودة، واحتفلنا ببعض العوائل المسيحية اليوم اللي شاركتنا هذا الاحتفال وشرفتنا، ومثل ما تلاحظون هذه السنة كان أكبر من العام السابق. هذا دليل على تقبل الناس والتعايش والرغبة بالتعايش السلمي بين أبناء الوطن الواحد. الفعاليات يضمن المشروع هو استذكاراً لشهداء العراق، كما يضمن المشروع لوحة يكتبون عليها المارة أو الناس أو العامة يكتبون عليها أمنياتهم لعام 2015. يعني واجهنا كثير من المعترضين، كثير من الناس اللي يعتاشون على الطائفية، يعتاشون على التقسيم بين أطياف المجتمع العراقي، لكن بالنهاية ما يصلح إلا الصحيح، ولازم إحنا العراقيين لازم نعيش سوية. خلال يوم شجرة السلام اللي مسويها اللي هي رمز لاحتفال بعيد الكريسماس اللي هو العيد المفروض بس للمسيح، بينما هو ميلاد المسيح اللي يخص المسلمين أيضا، فهي بادرة حلوة إنه نشاركهم هذا الاحتفال، وبنفس الوقت هو احتفال عام المسلمين والغير المسلمين ايضا. هسه انا اكو مسيح جايين يحضرون الحفل، فالمقصود احنا بدنا نوجهها لهم. اليوم الشباب النجفي تجمع مع شباب مسيحيين يحتفلون بذكرى عيد ميلاد السيد المسيح، وهذه المناسبه في الحقيقه مناسبه رائعه ولطيفه، ونحتفل بها نحن العراقيون دائما، باعتبار ان السيد المسيح ارسل للامه ليبعث الابتسامه والامل والحب والتعاون والالفه. بصراحة نشكر شباب النجف على المبادرة الحلوة بمناسبة أعياد الميلاد، واللي شاركونا أعيادنا وأفراحنا، ونشكركم بشكر جزيل، والله يوفقهم ويعطيهم الصحة والعافية، وإن شاء الله نتمنى يعم السلام للعراق، ونرجع النازحين ترجع لبيوتها وأماكن عملها بصورة طبيعية. أنتم من أي محافظة نازحين؟ نينوى قضاء سنجار. شلون شفت النجف اليوم؟ النجف بصراحة اليوم يعني جميلة جدا اليوم، ومشاركتنا بمناسبة أعياد الميلاد المجيد. وايضا اقام ممثل البابا في الشرق الاوسط بحضور عدد كبير من زعماء الديانه المسيحيه قداسا في كنيسه المطار التي يرجع عمرها لاكثر من 1700 سنه، وهي تعود ايضا هذه الكنيسه للراهب المسيح عبد المسيح ابن بقيله، وهي من اقدم الكنائس في العالم اليوم، ولم ترمم هذه الكنيسه لحد الان ولم يلقى اي اهتمام بها. واقيم في النجف اول قداس مسيحي لم يقام منذ اكثر من 1700 عام. هذا المهرجان يقدم صورة حلوة للنجف، صورة أن النجف مدينة تسامح، مدينة شيء عالي من التمدن، أن كثير من احتضنت من المسيحيين. غياب اليوم السياسيين وفي شيء غريب ويعتبروه من الطقوس المحرمة عندهم. احنا مر سياستكم الكم، احنا نريد نعيش، عندنا نريد التسامح، كافي هاي العنصرية، كافي هذا الضغط من عندهم. طبعا هي هذه الاحتفال هو رسالة، وهي دلالة، رسالة محبة ورسالة سلام لكل الطوائف، وخاصة المسيح اللي تعرضوا في هذه الأيام إلى هجمة شرسة من التكفيريين، وهم في حال من التشريد ومن القتل ومن التهجير. حضرتك مهجر؟ إيه. من مهجر؟ من كينغال. اليوم شلون شفت النجف والاحتفالات للنجف؟ والله زينة والله. يعني فرحان اليوم بهذا الجو؟ إيه والله. هسه وانتم طقوسكم بالنجف إن شاء الله؟ إيه والله الحمد لله. مرتاحين بالنجف؟ الحمد لله. اكو احد عرض لكم هنا؟ لا والله. ان شاء الله مرتاحين؟ مرتاحين والله. مرة أخرى نقول تحية لشباب النجف الواعي اللي فعلا حسسنا بأمل، أنه رغم الظروف كلها الصعبة والقاسية هم نزلوا إلى الشارع وزينوا شجرة وحاولوا أن يحتضنون يقدمون شيء للنازحين.
اكيد النازحين هم حالهم صعب، احنا يمكن على الايام الماضيه والاشهر حتى الماضيه شفنا وضعهم، لكن هم بالعيد احنا قلنا للعيد لكل واحد عنده في عيده الخاص بي او المناسبه السعيده الخاصه بي اكو ذكريات. هالسنه هم يعني حتكون ذكرياتهم اليمه او من اللي يتذكرون الماضي كيف هم يزينون شجرتهم، كيف ينظفون منازلهم، كيف يصنعون حلويات العيد، كل هذه الامور اكيد تجلب الحزن انهم يتمنون يرجعون الى منازلهم. هذه شويه تخفف من عندهم الالم، يحسون ان هم مو غرباء، هم في بلدهم، في مدينتهم، في منازلهم. تحيه لهم مره اخرى، ونتمنى من كل الشباب في كل المدن العراقيه تحذو حذو الشباب النجفي اللي فعلا حسسنا ان هناك امل، ان هناك عندنا احنا فعلا رجال وشباب نستطيع الاعتماد عليهم. وهذه دعوه للجميع للذهاب الى مكان الشجره والاحتفال والاحتفاء بالعيد المجيد واعياد راس السنه. راس السنه مو خاص بطائفه معينه، للجميع، انه احنا نطوي صفحه وندخل صفحه جديده، ندخلها بالتفاؤل. من هسه احنا بدينا يعني السياسيين قبل ايام كانوا نفسهم المسيحيين مشيا على الاقدام وزاروا النجف وكربلاء، المفروض هذا اخذ وعطى، هذا دين. السياسيين ليش يفتون من يومهم وهم رجال الدين اصلا موجودين؟ احنا العام كانت هناك صور توثق هذه الاحتفاليه، كان هناك رجال دين هم قاموا باشعال حتى الشموع في هذا اليوم. نتمنى انه السياسيين، بعض السياسيين اللي ما اعرف يمكن هو ما عنده يعني ما عنده مزاج انه يحتفل فلا يفتي، خلي الشباب الواعي يستطيع انه هو يخلق جو. احنا نعرف انه وضعنا صعب، ويمكن هي معالم الاحتفال قد الغيت يعني عند الكثير، لكن لازم انه احنا عندنا اطفال، ولازم نفكر انه الاطفال ما يصير نعيشهم في دائره الحزن والماساه والمعاناه، نبقى نحاول نزرع الامل، نحاول نتفائل بالخير حتى عسى ولعل انه السنه الجديده تكون افضل من السنوات السابقه. احنا مرينا بسنه صعبه 2014، علينا انه نستقبل 2015، احنا نبدي بذاتنا، فاذا منهج السياسي هو قافل على نفسه فلا يخلي الشباب او يمنع الشباب، امنع نفسك انت واترك الناس تشتغل، اترك الاهالي يشتغلون، لا تفتي انت، احنا هذا الدور كافي، كل واحد من 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 مكانه ومن كرسيه يعطي الفتوى، الفتوى لاصحاب الفتوى، الشباب سووا خير وعملوا خير، واحنا بلد واحد وشعب واحد، احنا دائما نقول العيد عيد طائفه هو عيد الجميع، الحزن حزن الجميع، احنا كنا نتاثر بحزن واحد من عندنا، بفرح واحد من عندنا، فالمفروض انه احنا وقت الحزن حزن ووقت الفرح فرح، هم دائما يلغون افراحهم اذا كانت تصادف مع احزان الغير، وهكذا المفروض انه احنا نحتفل مع احتفالاتهم. على العموم احنا كل عام والجميع بالف خير، ومبارك مره اخرى لشباب النجف هذا الوعي وهذا